الوصلة النازلة يبقى رقم 2 تأتي مع الياء النون مثلا أو الياء أو الساء مع الياء مع القاف حاء مع الكاف حاء هنشوف التدريبات. هذه وصلة نازلة زي ما انتم ملاحظين، نون أو تاء أو ساء أو باء مع الياء أو قاف، أي واضح إن الوصلة نازلة مع الحاء. أو مع الكاف مع الحاء أو ما في حكمها. أو اللام مع الحاء أو ما في حكمها. تمرين مهم. أو الهاء نتمرن على رسم الحروف. هي نازلة مع الحاء. أو الهاء مع الميم وصلة نازلة. خذوا أو اللام مع الميم. مهم التدريب على هذه الحركات جيدا. أو اللام مع الياء. أو الفاء مع الياء. وكذلك لو عايز اكتب اخي هاء ميم متصلة حمام مثلا.
وهكذا.